مساكم الله بالخير ويا اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامج مجتمع واعي. مساك الله بالخير بسام. مساك بالخير يا رقيه. مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، يا هلا ويا مرحبا فيكم. طبعا البحرين كانت ولا زالت يعني تضع صحه المواطن المقيم في صداره اهتماماتها، وما بخلت ابدا منذ بدايه انتشار فيروس كورونا في العالم في تقديم الغالي والنفيس من اجل توفير كل ما يلزم من مواد لتعزيز الصحه العامه في المجتمع. وفي المقابل بسام، افراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وهم يعني بلا شك مقدرين لهذه الاجراءات اللي تم اتخاذها في هذه المرحله الاستثنائيه اللي نعيشها، وينعكس هذا الامر على الالتزام بالتعليمات الصحيه والاجراءات الاحترازيه اللي تم اتخاذها لتقليل نسبه الاصابه بفيروس كورونا في الحياه اليوميه. بالفعل رقيه، لابد من لبس الكمام طبعا والحفاظ على نظافه اليدين والبقاء في المنزل والخروج فقط للأمور الضرورية، وأيضا ما ننسى تطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي والتقليل من التجمعات في هذه الفترة. البحرين ولله الحمد كانت سباقة في اتخاذ الإجراءات اللي تحد من انتشار فيروس كورونا، وحظت بالكثير من الإشادات الدولية بسبب التزامها بالشفافية الكاملة ومشاركتها لجميع الدول يعني كافة المعلومات اللي حصلت عليها، وحرص المملكة الكامل على مشاركة وتبادل الخبرات مع مختلف الدول لتعزيز التعاون من أجل القضاء بإذن الله على هذا الفيروس. النظام الصحي في البحرين ولله الحمد استثنائي وقوي، والرعاية الطبية اللي تقدمها البحرين للمواطنين والمقيمين على أرضها دون استثناء هي رعاية ذات مستوى طبي مميز وعالي، بالإضافة إلى أن فريق البحرين تمكن من التعامل مع مختلف الظروف اللي نمر فيها بطريقة إيجابية، لذلك نلاحظ توفير وزيادة الطاقة الاستيعابية لمراكز العزل، أيضا زيادة في الإحصائيات الخاصة بعدد إجراء البحرين لفحوصات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا. نبتدي معكم مشاهدينا في جولة لأهم الأخبار اليوم. أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أن مملكة البحرين قامت باتخاذ خطوات استباقية للتعامل مع جائحة فيروس كورونا، واستطاعت أن تحافظ على المجتمع وصحته بفضل من الله عز وجل والعطاء اللامحدود من أبنائها المخلصين في الصفوف الأمامية من الكوادر الطبية الذين رسموا طريق الوعي للمواطنين والمقيمين بكل سلاسة ووضوح. ونوه سمو رئيس الوزراء لدى استقباله لمعالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط وسعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة إلى أهمية أن يلتزم الجميع باتباع التوجيهات والاشتراطات التي وضعتها الجهات الرسمية لا سيما وأن العالم بدأ انفتاحا تدريجيا لاستمرار دوران عجلة الحياة، وهو ما يتطلب أن تكون كل خطواتنا مدروسة وأكثر حذرا من أجل استمرار النجاح الذي تحقق في مواجهة هذا التحدي.
في خبر آخر، أكدت وزارة الصحة أن سرعة الإبلاغ عن وجود أعراض فيروس كورونا يسهم في سرعة الكشف المبكر في حال إصابة بالفيروس، بالتالي سرعة عزل الحالة القائمة وعلاجها وتعافيها دون تعرضها لآثار مضاعفة، إلى جانب إمكانية تقليل أعداد المخالطين وسرعة عزلهم وعلاجهم وتعافيهم. وإن أثبتت الفحوصات إصابتهم أيضا، منوهة بأن الوفيات الأربع الأخيرة اللي تم تسجيلها خلال 24 ساعة الماضية كان من ضمن الأسباب الرئيسية لتدهور حالتهم الصحية، وهو تأخرهم في الإبلاغ فور ظهور الأعراض عليهم. مجددة الوزارة تعازيها لأسر المتوفين وكافة أهاليهم وقاربهم لهذا المصاب. ودعت وزارة الصحة كافة أفراد المجتمع إلى ضرورة الاتصال بالرقم 444 فور الشعور بأي أعراض للفيروس، كصعوبة في التنفس أو ارتفاع في درجة الحرارة أو السعال، وأهمية اتباع التعليمات التي سوف تعطى إليهم من أجل حفظ صحة وسلامة الجميع، مؤكدة أن الوزارة مستمرة في إجراءاتها الاحترازية وتدابيرها الوقائية عبر توسيع نطاق وأعداد الفحوصات اليومية للوصول المبكر للحالات القائمة وسرعة عزلها لتلقي العلاج والرعاية اللازمة على مدار الساعة من قبل الفريق المختص في مراكز العزل والعلاج، حيث أن تدخر الوزارة أي جهد في سبيل توفير العلاج والرعاية لجميع الحالات من المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين. وفي الخبر الأخير، أشاد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالتوجيهات الملكية السامية من لدن جلالة الملك المفدى بالعودة التدريجية في إقامة العبادات الجماعية والابتداء بإقامة صلاة الجمعة. ودعا المجلس في جلسته الاعتيادية التي انعقدت عن بعد برئاسة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، دعا الجميع إلى الالتزام التام بتطبيق التعليمات والإجراءات الصحية الاحترازية اللازمة التي تحددها الجهات المختصة بخصوص أداء صلاة الجمعة لمنع انتشار المرض. أكبر مشكلة في كورونا إنك ممكن تكون مصاب وإنت ما تدري. أقصد إنك تعيش يومك طبيعي، ما تحس بأي أعراض، بس في الواقع تنقل العدوى إلى شخصين أو ثلاثة، وهالشخصين ينقلون العدوى لشخصين أو ثلاثة، وبهالطريقة ينتشر الفيروس وتصعب السيطرة عليه. لكن لو قعدنا في البيت وطبقنا التباعد الاجتماعي، يعني مثلا لو هالشخص ما زار صديقه، لو هالشخص اشتغل من البيت، لو هالشخص ما راح السوق، لو هالشخص ما راح جمعة الأهل، لو كلهم التزموا بالتعليمات، راح يقل عدد المصابين من 406 إلى 15 مصاب فقط، ويمكن أقل. بالتالي راح يقل الضغط على الكادر الطبي وتتحسن جودة الخدمات الصحية. هذا الحد الفاصل بين الانحسار والانتشار، والفرق هو أنت. مشاهدينا، ننتقل معكم إلى بسام اللي راح يستعرض معنا آخر الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا في مملكة البحرين. تفضل بسام. شكرا أرقية. نستعرض معكم مشاهدينا آخر إحصائيات وزارة الصحة حتى اليوم الأحد 31 مايو 2020. بلغت الحالات القائمة 4596 حالة، والحالات المستقرة منها بلغ 4584 حالة، فيما يبقى 12 شخص تحت العناية اللي نتمنى لهم الشفاء العاجل يا رب العالمين. والحالات القائمة اللي تتلقى العلاج تبلغ 43 حالة، أما المتعافون فيبلغ حتى اليوم 6673 حالة، والوفيات 19 حالة حتى اليوم، نسأل لهم الرحمة والغفران لذويهم الصبر والسلوان. أجرت مملكة البحرين أكثر من 314 ألف فحص، وهي النسبة اللي تفوق بها البحرين على أكثر دول العالم تأثراً بالفيروس على مستوى حجم إجراء الفحوصات مقارنة بعدد السكان. يعني حصيلة حالات اليوم الأحد في مملكة البحرين رصد 495 حالة جديدة بفيروس كورونا، منها 341 حالة لعمالة وافدة و154 حالة لمخالطين، والإعلان عن أربع وفيات خلال 24 ساعة الماضية، وتعافي 847 حالة. هذه كل اللي عندي، عودة للشرقية. شكرا بسام، يعطيك العافية، الله يحفظ البحرين ويحفظ أهلها ويديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة سيدي جلالة الملك المفدى، أيده الله رعاه.
الرقابة والمتابعة المستمرة من قبل الجهات المعنية في مملكة البحرين مستمرة دائما للتأكد من الجميع ملتزم بتطبيق الإجراءات خصوصا في صالونات الحلاقة. بالتأكيد يعني هناك حملات تفتيش من قبل وزارة الصحة ووزارة التجارة متواجدين في جميع مناطق المملكة للإشراف المباشر على عمل هذه الصالونات. طبعاً رقية يعني عندنا شبكة المراسلين في البرنامج يعني مستمرين في تغطيتهم وننتقل معاكم مشاهدينا لزميلنا يحيى العمري واللي رافق في هاللحظات فريق التفتيش التابع لوزارة الصحة في حملته التفتيشية في منطقة الرفاع. مساك الله بالخير يحيى. يا ريت يعني تنقل لنا الصورة وشلون قاعدة تصير عملية التفتيش حالياً. يا هلا ومرحبا فيك زميلي بسام وزميلي ترقية، الله يحييكم ومس عليكم بالخير وعلى المشاهدين الكرام. بالتأكيد أنا الآن متواجد مع فريق التفتيش التابع لوزارة الصحة، هذا الفريق اللي قاعد يتنقل من صالون إلى من موقع إلى آخر يتأكد من اتباع هذه الصالونات للإجراءات الوقاية المعلن عنها من قبل وزارة الصحة. هناك إجراءات عديدة وهناك مواقع عديدة تتم زيارتها للتأكد منها. كل هذه الإجراءات بالتأكيد هي للحفاظ على سلامة المواطن والمقيم المستخدم لهذه المرافق. لن أطيل أكثر، أنا الآن متواجد في أحد هذه الصالونات برفقة فريق التفتيش التابع لوزارة الصحة. معي الآن على الهواء مباشرة الأخ محمد من فريق التفتيش. مس عليك بالخير أخوي محمد، وتقول لي عن الإجراءات المتبعة بالنسبة لكم في هاي الفريق، فريق التفتيش التابع لوزارة الصحة في الصالونات ومحال الحلاقة في مملكة البحرين. أهلا وسهلا، مرحبا فيكم، مشكورين على حضوركم. في الوقت الحالي احنا قاعدين نسوي حملات عشوائية على الصالونات مختلف مناطق البحرين عشان نتأكد من سلامة الاشتراطات ويعني نتأكد من توافر الاشتراطات اللازمة في الصالونات عشان نتأكد ان كل شيء تمام ونراقبهم اذا هم مخالفين او غير مخالفين عشان ما يصير مشاكل في الفترة الحالية خصوصا. انا شفت عندك اخوي محمد اول ما دخلنا القائمة اللي فيها الاجراءات او المعايير اللي تقيمون بناء عليها الصالونات، شنو ابرز المعايير اللي تركزون عليها من ضمن هذه القائمة؟ والله مثل ما شفته واحنا نشرنا خلال الفترة هذه ان ابرز المعايير اللي نتبعها احنا كوزارة ونشرنا على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي. زين، ان بس ابرزها طبعا في التباعد الاجتماعي وتوفير يعني عندنا موجوده القائمه حاليا تطلعنا عليها لو سمحت. يعني اول ما يدش يعني النظام يكون في البدايه ان نظام مواعيد عشان قد ما نقدر ان احنا نركز على اللي هو التباعد الاجتماعي، فيصير اول ما يدش الزباين يعني ناخذ يتاكدون من حراره الكاستمر وكذي، ما ياخذون اي شخص يعني يطلع عليه اعراض امراض شيء حرارته مرتفعه او شيء فيتبعون. ونظام المواعيد اللي ياخذونها طبعا يسجلون فيهم اساميهم ارقام تليفوناتهم، لا سمح الله ان في شيء في حالات كيس نرجع لهاي هذه القائمة، هذه تكون القائمة مرجع بالنسبة لكم وزارة الصحة في حال إذا صار لا سمح الله أي شيء. هل هناك معايير للتعقيم محددة بالنسبة لكم؟ حطينا في معايير معينة للتعقيم اللي هو أكثر شيء في الوقت الحالي أصرينا كوزارة في الهاي إنه دائما يكون بعد كل كاستمر بين كل كاستمر دائما يكون في أدوات تعقيم واستخدام اللي هو المعقمات اللازمة وفي يعني هذه المعايير بشكل عام يعني ربما يعني الحديث عنها بشكل سردي غير عن الواقع. انا الان هذه الصالون، شكرا لك اخوي محمد، هذا الصالون في احد الاشخاص الان الزبائن يجلس على هذا المقعد تقدم للخدمه مباشره الان على الهواء مباشره الاخ محمد الساده، يعطيك العافيه ونعيما مسبقا. تقول لي يعني شنو عن تجربتك في الحلاقه خصوصا في ظل هذه الاجراءات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والله الحمد لله عقب في الاجراءات المتبعه من والله الحمد لله اول ما دخلنا طبعا خذوا اسامينا ورقم التواصل الشخصي لنا وخذوا درجه حرارتنا وتعقيم من اول ما دخلنا، والمكان مثل ما انت شايف مكان كان مرتب ونظيف وجميع الاستاف كانوا ملتزمين بالاشياء الوقائيه اللي
تخلينا احنا نقدر نتساعد يعني ان ندخل في الحلاق من غير خوف الصراحه. مطمن ان انت قاعد تتلقى لهذه الخدمه في ظل هالظروف؟ اي نعم، يعني على الاجراءات اللي نشوفها ما شاء الله، يعني بالماسك مالهم، بالسانيتايزرز، بالجلافز، وخصوصا انه ما في شيء احد بيستعمله غيرك، هذه اهم شيء يعني، وكل اشياء وقائيه هذه اللي احنا نتبع حاليا. والله يفكنا ان شاء الله من هالجائحه ان شاء الله يا رب العالمين. ان شاء الله يعطيك الصحه والعافيه، ما قصرت. مشاهدينا ايضا المقدم الخدمه في هذا الصالون الاخ مصطفى من جمهوريه مصر الشقيقه، هو احد العاملين في هذا الصالون. لو تخبرنا مصطفى، لو تكون قريب اكثر لو سمحت، يعني انت كمقدم لهذه الخدمه، شنو الاجراءات اللي تتبعها خلال تعاملك مع الزبون بشكل مباشر؟ احنا بناخد رقم تليفونه واسمه، وبنقيس درجه الحراره والوقت اللي جه فيه. الزبون هو بيحلق شعره لازم يبقى لابس الماسك، اللي بنحط له كيس، بنحط له فوطه بلاستيك بتبقى بتاعته هو بس، بنلبس احنا جلابز وبرده كيس، بيبقى لكل زبون للكيس بتاعه والماسك بتاعه، وكل الحاجات دي بتتغير بس. هل تحس ان الزبائن مطمنين اثناء تلقيهم لهذه الخدمه؟ والله هو الزبون لما بيجي يخش بيسال المكان، بيشوف بعينين ان احنا بنبقى معقمين المكان، لان احنا مش بناخد زبون ورا زبون على طول، بين كل زبون وزبون بناخد على الاقل 20 دقيقه، يعني 20 دقيقه بين كل زبون وزبون بنعقم الكرسي ونعقم السيرفيز والعده والاجهزه، وبعد كده بنبتدي نشتغل. الله يعطيك العافيه مصطفى، والله يحفظكم ان شاء الله. اذا مشاهدينا الكرام وزميلي بسام، في هذا الصالون وغيره من الصالونات تتم اتباع هذه الاجراءات، الوعي لدى مستقبل الخدمه ولدى ايضا مقدم هذه الخدمه ولدى المفتش الذي يراقب اتباع هذه المعايير من قبل القائمين على تقديم هذه الخدمات، هو وعي مجتمعي نراهن عليه في ظل هذه الظروف بالتاكيد. والله يحفظ الجميع، وان شاء الله تكون هذه الخدمات امنه لتقدم للمواطن وللمقيم في مملكة البحرين في مختلف الصالونات. وبالتأكيد نفس ما تفضل ضيفي من فريق التفتيش التابع لوزارة الصحة، يتم تقييم هذه الخدمات والتأكد من اتباعهم للإجراءات، إجراءات الوقاية وفق المعايير المتبعة في والتي نشرت مسبقا من قبل وزارة الصحة. بالتأكيد هذا كله لحماية المواطن والحفاظ على سلامته وصحته بإذن الله. هذا كل ما لدي زميلي بسام، وعودة لك في الاستديو. شكرا لك يحيى، الله يعطيك الصحة والعافية. يعني صراحة الواحد يعني يشوف المشاهد هذه يتشجع بأنه يروح وهو مطمئن. الجميل في وزارة الصحة يعني أصدروا القرارات وتموا يتابعون يعني الالتزام الصالونات الحلاقة بهذه القرارات، وتم توزيع عليهم مثل ما شفتها يرقية، توزيع عليهم الماسك والش اسمه واللي هو اللي ينحط على الأكياس الخاصة فيهم. فهي شيء جميل صراحة. يعني يمكن في البداية بس الكل كان متخوف من عودة الصالونات مرة ثانية، ولكن الحمد لله يعني درجة الوعي الكبيرة اللي شفناها عند أصحاب الصالونات، عند حتى مرتادي الصالونات، الحمد لله يخلينا أن احنا فعلا نعول على وعي المجتمع البحريني، وإن شاء الله يا ربي دائما نكون يعني إلى يعني الأمام أكثر، ويكون في عندنا مزيد من الوعي والحرص على سلامتنا وسلامة الجميع. مشاهدينا احنا مواصلين معاكم، ولكن من بعد هذه الفاصل. ترى البحرين تستاهل. عشان البحرين. البحرين أمانة. ترى الديرة تستاهل. ديرتنا أمانة. أمانة في أعناق الجميع. هذه مسؤولية تجاه وطنك. البحرين أمانة. البحرين تستاهل. عشان البحرين، عشان أمي، عشان أبوي، عشان كل واحد نحبه، إحنا هني. تواجد في مقري في الدوام لأكثر من 12 ساعة في اليوم. نعمل ليل ونهار من أجل حمايتكم، نوفر لكم الراحة والعلاج. إحنا موجودين ونحارب هني، هدفنا سلامتكم وراحتكم. دورنا هو استمرارية الخدمات الصحية للجميع في مملكة البحرين. سهرانين من أجلكم. حطوا يدكم بيدنا، خلنا نحمي ديرتنا. أحبتي التزموا بتوجيهات المختصين. صار لي أكثر من شهر ما أقدر أحضن عيالي. وتواصل على مدى 24 ساعة مع فريق العامل في مراكز العزل. نسهر علشانكم ونتعب علشانكم، خلونا إيد واحدة. أثر الماسك هو تعب، بس تعب حلو، تعب بطعم الشجاعة، تعب من أجل البحرين. دورنا كأطباء مهم، لكن أرواحنا بين يديكم.
نحن نسهر علشانكم. ساعدونا نحمي البحرين. علشانكم احنا متواجدين هني. نسهر عشانكم. نعمل من اجلكم. لنصل بالوطن الى بر الامان. احمي نفسك واحمينا. صحتكم امانه، البحرين بعد امانه، عدكم وعدنا. ربي يحفظنا ويحفظ هذه الديره. حياكم الله من جديد. رسخ جلالة الملك المفدى حفظه الله قيم التسامح والتعايش بين الأديان ومبادئ السلام وحقوق الإنسان اللي عرفت بها مملكة البحرين على مر التاريخ من خلال مبادرات جلالة السامية ومشاريع طموحة ورائدة سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو حتى الدولي. مبادرات جلالة الملك المفدى الله يحفظه ويرعاه جعلت مملكة البحرين واحة للسلام ونموذج في التعايش والتقارب بين جميع المكونات والفئات من خلال حرص جلالته على إنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي. وكانت جمعيات المجتمع المدني مراقبة ومتابعة لمبادرات جلالته السامية واللي اتبعت نهج جلالته في تعزيز التقارب والسلام من خلال تخصيص جمعيات وفرق عمل لنشر رؤية جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه واللي تدعو إلى الانفتاح على الآخر واحترام كافة الديانات والمذاهب لتحقيق السلام العالمي. بالطبع للحديث مشاهدينا أكثر عن التعايش والدور الكبير اللي قامت به مملكة البحرين في هذا الشأن، يسرنا يكون معنا في الاستوديو الدكتورة أمل الجودر نائب رئيس جمعية البحرين للتسامح والتعايش الأديان. يا مرحبا فيك دكتورة. يا هلا بكم. يا هلا وسهلا دكتورة. المشاهدين والمشاهدات. دكتورة طبعا يعني تكلمنا عن التسامح والتعايش في مملكة البحرين، قيم التعايش متأصلة فينا من زمان وهي يعني ممارسة طبيعية في مملكة البحرين، لكن يعني نتكلم أكثر عن جمعيتكم، يعني جمعية البحرين للتسامح وتعايش الأديان، يعني ما هي جهود هذه الجمعية في عكس صورة المجتمع البحريني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هي جمعية البحرين للتسامح والتعايش بين الأديان هي إحدى مخرجات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك لما انفتحت البلد على الجمعيات وتحقيق مثل ما تفضلتوا ان السلام والتوازن والتسامح وتقبل الاختلاف وتقبل الآخر. فصارت الجمعية الحقيقة اول ما ابتدت بشكل لجنة، ولجنة أهلية يمكن في 2007. حقيقة أنا ما كنت من ذيك الفترة معاهم، أنا دخلت يعني عقب، بس يعني المؤسسين اللي هو الأخ يوسف بوزبون ومع القس هاني ومع صلاح الجودر مجموعة من المؤسسين صارت لجنة، وهذه اللجنة كانت تروح المآتم وتروح الكنائس وتروح المساجد، فحاولت إن هي، وهذا يعني الكلام ليش أنا يعني حتى حدد إن 2007 عشان بعد إن نأكد إن هي ما كانت لها علاقة بالأزمة اللي صارت في البحرين. نعم. 2011 هي كانت من قبل هذه اللجنة، فسووا الزيارات وسووا هذه الأشياء إلى أن كانت بعدين في ذيك الفترة صارت أستاذة فاطمة البلوشي والدكتورة فاطمة البلوشي جمعية مسكت وزارة العمل أو التنمية الاجتماعية، فهي اللي يعني اقترحت حتى على المؤسسين ان انتم ليش ما تسوونها جمعيه بدل ما تكون هي لجنه. فالجمعيه يعني صار لها التاسيس او في النشر في الجريده الرسميه في 2012، بس ان هي بدايتها كانت 2007. من هناك من 2007. نعم. يعني دكتور اكيد في اهداف لما تقوم على الجمعيه سواء كانت لجنه لما بعد ما تطورت وصارت بالضبط. يعني جمعيه لابد ان لها اهداف لما نتكلم عنها. هي طبعا اهم هدف حق الجمعيه ان هي تخلق ثقافه التسامح والتعايش بين الوجهات النظر وتقارب التقارب الديني. فتشوفوا احنا الجمعية عندنا المسيحي، عندنا اليهودي، عندنا السني، الشيعي، البهائي، البوذي، يعني كل الأطياف وكل الأجناس موجودة في الجمعية. الجمعية شاركت في 2014 في مؤتمر في كوريا، كان مؤتمر يعني أنا كنت يعني مشاركة في هاي المؤتمر، شاركنا شو أقول لك يعني شيء، يعني العدد المهول اللي كان موجود في هذا المؤتمر،
وتشوفين أشكال وألوان وأجناس وللبس كل واحد يعني، ففعلا تشوفينه يعني تجمع ثقافي حضاري مو بس مختلف الأديان، حتى مختلف الحضارات مختلف الثقافات. الجمعية أيضا أصدرت كتاب، خلينا ممكن نخلي ده يطلع في الشاشة عندنا، إنه هو البحرين وطن السلام. جميل. وسوينا أيضا تم ترجمته حتى باللغة الأجنبية، فصار عندنا بالعربي وبالإنجليزي، وهذه على أساس إن إحنا ابتدينا الحين نوزع فيه حتى من خلال السفارات، بس طبعا لما جت الحين جائحة كورونا فوقفنا هذا المشروع، بس إنما هذا الكتاب يعني يعكس فيه كل الجهات. إيه تفضلي، أنا صنعت لك واحد. أشكرك. هذه بالنسختين دكتورة مثل ما تفضلتي، صح؟ عندنا نسخة العربية والنسخة الإنجليزية، هاي الإنجليزية وهذه الإنجليزية. هاي نسختي بعد الهوى انت فاهم بس. فهذه الكتاب مثل ما قلت فيه خلينا يعني خذين كلمات مقتبسة من يعني كلمات جلالة الملك في مناسبات مختلفة، من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة، الأمير سلمان، وأيضا خذين مثلا خليل الذوادي الأمين العام المساعد الجامعة، فخل رئيس الفلسطيني يشارك بكلمة، فخلينا يعني كلمات من رئيسة مجلس النواب معالي الأستاذة فوزية، أيضا معالي الصالح الشورى. نعم، فصار إنه يعني في يعني نخبة كتبوا في هذا الكتاب، وحطينا فيه طبعا تعريف الجمعية وأهدافها وإلى آخره، فهذه اللي سوينا الأشياء. وبس بعدين طبعا بالنسبة حق كورونا يعني شوية تغير النشاط. نعم، لابد اكيد طبعا يعني جهودكم مستمره في اطار اللي هو تقديم رساله البحرين للعالم، رساله التعايش السلمي. طبعا جلاله الملك الله يحفظه يعني اولى هذا المجال يعني اهتمام بالغ من خلال يعني تقديم العديد من المبادرات، يعني حتى صارت يعني مملكه البحرين نموذج مشرف للتعايش السلمي لجميع المذاهب والأديان، وكان لجمعيات المجتمع المدني ومنها جمعياتكم طبعا دكتورة دور كبير للوصول إلى هذا الطريق الزاخر بالإنجازات في مجال حقوق الإنسان. الزميلة شوق العثمان عدت تقرير، نتابع. أرض السلام والخلود، مملكة التعايش والوئام، هذه الألقاب تطبق بكل محبة في البحرين، فالأخلاق الحميدة فطرة بين أفراد الشعب الذي لطالما كان شعباً محباً للخير والعطاء والضيافة، من خلال تاريخه الطويل والمشرف الذي يشرح بكل رسوماته ومخطوطاته أخلاق وأصالة الشعب البحريني على مدى السنين. بلد الكرام ومهد السلام ونموذج مشرف للتعايش، سلط الضوء عليه بشكل أكبر في ظل المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، ومن خلال مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي الذي كان قبة نور لجميع المذاهب والأديان، بالإضافة إلى جمعيات المجتمع المدني. مملكة البحرين تسع في كل الأوقات كل المذاهب والأديان، وتكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية، وستبقى دائما هي رسالة الحب التي تنشر حول العالم أسس التعايش والسلام. يعني دكتور، احنا دائما نقول ان مملكة البحرين هي بالفعل واحة للتعايش، وهي أرض السلام وأرض التسامح، لكن احنا لما نتكلم دكتورة عن مبدأ الاحترام وتقبل الآخرين، يعني هذه ثقافات احنا نحتاج اليوم ان احنا يعني نستثمر فيها، ويمكن نعطي فيها الكثير عشان فعلا ننشرها بين يعني أطياف المجتمع، وما ممكن هي تكون جهود فردية بس من قبلكم دكتورة في الجمعية، انما يحتاج الى تعاون كثير من الجهات والمؤسسات الأهلية والدولية. نبي نتعرف على خططكم المستقبلية في هذا الشأن. احنا طبعا خططنا كنا نبي نركز حتى على المدارس. جميل. ان على اساس ان انت لما تزرعين هذه الثقافه منذ الصغر،
فخلاص يعني يكبر عليها انه هو يتقبل الاخر باختلافاته، والاختلاف مثل ما نعرف انه هو اثراء اصلا، يعني لو كلنا احنا نفس الشكل ونفس الثقافه ونفس الخلفيه ونفس كل شيء يعني بتصير الحياه حتى ممله، يعني لانها كوبي وبيست مثلا ما يصير. فهذا التنوع بروحه يعني يغني وذي. فهذه انت اذا بديتي يعني ترتبينها، الاعلام لكم دور طبعا انتم يعني في زرع هذه ثقافه الاختلاف وتبني الراي الاخر، وان الواحد يعني لما يروح وهو بدل ما يكون هو في ماخذ موقف اللي هو مصدر الاحكام، ان هذه لا انا اروح وانا ماخذ موقف المتعلم، ابي اروح ابي اتعلم من هذا الشيء، من هذا الاختلاف شنو. فانا حتى لما اروح اي مكان وانا حاطه في بالي هذه العقليه في راسي بتعلم اشياء، بلتفت حق امور. لكن اذا بروح وشنو ذي بس رايحه كني جادجنج وحكم وسلبي، فاكيد ما بكون بستفيد. فحلو ان احنا فعلا من النشأ انه يصير ذي. ايضا احنا بعد ان كانت عندنا يعني شيء اللي هو حتى احنا في مشروعنا كان عندنا ان احنا في جائحه كنا سمينا هنا حتى فزعه وطن، وتقابلنا احنا حتى مع مسؤولين استاذه نجوى جناحي وخالد اسحاق وزاره التنميه، قلنا لهم ان احنا نبغي نسوي شيء، احنا ما نبغي ان نكون حتى احنا كنا ردود فعل، احنا نبغي نكون يعني مبادرين ان احنا نسوي شيء من البدايه. فاحنا ان شاء الله قلنا يعني الحين طبعا في هذا الوقت ما تقدرين تبادرين بشيء ثاني، انت الحين في وقت ازمه لازم تخلصين الازمه هذه، وبعدين تبتدين تفتكرين ان انت شنو ممكن انا اسوي كاشياء مبادره، بدل ما اصير انا ماخذه كاني موقف المدافع، لان فعل ورده فعل يصير فيه. لكن لما يكون انا عندي خطه قبل ان هذه، فهذه ان شاء الله باذن الله ان نتوفق فيه. يعني دكتوره بس زي ما تقدر تتفق معي بسام، يمكن هذا التحدي بعد نفسه يمكن اكبر تجربه واكبر مثال على ان البحرين قدمت يعني مبدا جميل جدا في التعايش والسلام 100% مع كل 100% المواطنين والمقيمين والموجودين على ارضها 100%. يعني مو بس يعني حتى يعني انا حتى اقول يعني حتى خلينا نتكلم على مستوى الوزارات وخلينا نكون صريحين، انا ما عمري شفت البحرين تشتغل الوزارات كلها مع بعضها بعض في تناقم وانسجام مثل هذه الجائحة، لأنه فعلا هو صار خطر والكل يعني يبي. طبعا وعندنا قيادة في يعني بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان، هو أيضا استطاع بقيادته، وطبعا كل من توجيهات جلالة الملك ومتابعة صاحب السمو رئيس الوزراء، وحتى حملت فينا خير يعني. فتشوف أن البحرين يعني البحريني هذا البحريني أصلا، البحريني فعلا أصيل بدماثة أخلاقه بطيبته بتعايشه بانفتاحه على العالم، يعني أهل فزعة على ما يقولون أهل فزعة. دكتورة يعني صراحة يعني مثل ما قالت رقية، يعني من خلال هالتحدي شفنا هالنموذج المشرف للبحرينيين، يعني أبناء البحرين مختلف يعني مذاهبهم، يعني نتكلم أيضا عن المقيمين كذلك. أيضا المقيمين يعني يوم ليوا البحرين طبعا وشافوا البحرين شلون متعايشين، يعني هذا الشيء خلاهم يحسون بالاطمئنان أكثر خصوصا في هذه الفترة. فأنت شلون شفته يعني تعاونهم مع البحرين مع جهود البحرين؟ لا طبعا لا متعاونين، حتى احنا معانا يعني من خلال الجمعيه متعاونين شاركوا حتى في الافلام. بعدين احنا في كثير منهم اصلا يعني هذين من الاجانب كانوا يقولون لنا ان احنا جايين البحرين على اساس انه شغله شهر شهرين سنه نطولنا وبنرجع. عندنا احنا الناس يعني فوق الأربعين سنة هني في البحرين، فوق الخمس يعني يقول لك خلاص احنا جينا البحرين يعني خلاص نعتبرها ان هذه بلدنا، وما احنا قادرين ان نتركها ونروح مثلا حتى ذي. وحتى احنا نشوف تصريحات السفراء يعني سواء كان سفير لبريطانيا او سفير لامريكي او سفير، ان اقول لك انهم حتى ما يبون يرجعون بلادهم لان هني العنايه ذي، وحسوا بالاطمئنان، حسوا بالامان والاطمئنان. فبالتالي فهذه يعني شهاده نفتخر فيها احنا كبحرينيين، نفتخر الحمد لله ان بلدنا فعلا يعني على رقم مساحتها صقرها وعلى رقم حتى مواردها مقارنة بجيرانها وغيرها، إلا أنها ثرية بمواردها البشرية، ثرية يعني بإنجازاتهم، ثرية بعطائهم. وهذه دائما حتى يعني كلمات القيادة دائما يقولون البحرين لو هي يعني
قليلة في إنتاجها البترول، قليلة في مواردها المادية، إلا أنها غنية كبيرة بموارده البشرية وكبيرة بناسها. صحيح. ورجالها ونسائها. والأحلى من كذي بعد دكتورة، يعني قبل ما نختم معاك، أن كل من اليوم كان موجود معنا على أرض البحرين وبعدين إن شاء الله بحالفة والحظ أنه هو يرجع إلى ديرته وطنه، بياخذ خبرته، بياخذ يعني كل الأمور اللي اكتسبها من مملكة البحرين. أكيد. وينقلها هناك، وهذه يمكن يعني أكبر شيء يمكن. صح. إحنا نتكلم فيه في حق ديرتنا، وهذه دعاية بعد. صحيح. دعاية وترويج حق البحرين لما هي تكون الكلمة من واحد مجرب يعني. صحيح. يعطيك العافية دكتورة، سعدنا جدا في الحديث معاك. الدكتورة أمل الجودر، نائب رئيس جمعية البحرين للتسامح وتعايش الأديان، شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا. الله يسلمك. إحنا مواصلين معكم مشاهدينا، ولكن من بعد هذه الفاصل. شكل فيروس كورونا تحدي جديد لدول العالم أجمع، وأثر على أمور كثيرة ومنها التعليم، حيث تم تعليق الدراسة بأغلب دول العالم لضمان سلامة وصحة الطلبة. نعم بسام، ورغم تعليق الدراسة الصفية لم يقف التعليم مملكة البحرين، حيث تمكنت وزارة التربية والتعليم باعتمادها على المنظومة الإلكترونية اللي أسست منذ سنوات عديدة في التحول إلى التعليم الإلكتروني، وتسخير كافة إمكاناتها وكوادرها التعليمية لخدمة الطلبة، إن كان في المحتوى التعليمي الموجود على البوابة التعليمية والحصص التعليمية المتلفزة بالتعاون مع وزارة شؤون الإعلام ومنظومة تيمز، وتخصيص 14 قناة في اليوتيوب. بالتأكيد نشوف معكم مشاهدينا التقرير التالي ليبرز جهود وزارة التربية والتعليم خلال الفترة الماضية، وراجع لكم. Thank you.
للحديث أكثر حول التعليم عن بعد والفصول الافتراضية سرنا يكون معنا عبر الهاتف الدكتور محمد مبارك جمعة، وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون الموارد والخدمات ورئيس فريق الفصول الافتراضية. مساك الله بالخير دكتور. مساء النور على السلسة بسان. يا مرحبا يا هلا فيك دكتور. طبعا فكرة الفصول الافتراضية هي يعني فكرة جديدة من نوعها ولأول مرة يتم تطبيقها، ويعني لقت نجاح كبير باعتبارها الوسيلة اللي تعكس مبدأ التعليم عن بعد بشكله الحقيقي. يعني تعرفنا على يعني خلفية هذه الفكرة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تحياتي لك ولضيوفك الكرام، كل عام وانتم بخير ايضا بمناسبة عيد الفطر المبارك. طبعا تجربة الفصول الافتراضية كما ذكرت هي تجربة رائدة نفذتها وزارة التربية والتعليم كجزء في الواقع من إجراءات فريق البحرين للتعامل مع جائحة كورونا. وطبعا أساس الفكرة انطلق من اللجنة التنسيقية برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء، وأيضا بناء على قرار المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة. طبعا شكلت لجنة في الواقع لدراسة جميع الإمكانات المتعلقة بتقديم نوع من الدروس ضمن الفصول الافتراضية، وتم اختيار منظومة مايكروسوفت تيمز باعتبارها منظومة تشكل يعني منصة دولية للتعامل الرقمي. وبعد مباركة اللجنة التنسيقية في الواقع بدأت وزارة التربية والتعليم العمل من خلال فريق في الواقع، عمل بشكل مستمر على وضع الأسس لبدء تجربة الفصول الافتراضية. فانطلقت هذه التجربة من خلال أولا طبعا تشكيل أو إطلاق موقع بالشراكة مع شركة مايكروسوفت. هذا الموقع مكن جميع طلبة المرحلة الثانوية وأيضا طلبة الصف الثالث الإعدادي من الدخول والحصول على بيانات الدخول اللي هو الباسورد والآي دي. من ثم تم نشر مواد فيلمية وفيديوز تعرف الطلبة على طريقة الدخول إلى البرنامج. بعد أن تم التأكد من استيفاء جميع الطلبة لهذه المتطلبات، عملت إدارة نظم المعلومات في وزارة التربية والتعليم على استحداث الفصول وتقسيم جميع الطلبة على هذه الفصول. وقام قطاع المناهج في الواقع باختصار المادة المنهجية والمادة العلمية المطلوبة، تم التركيز على أهم الكفايات. بعد ذلك قام قطاع التعليم بوضع جدول الحصص الأسبوعي واليومي، وتم في الواقع اختيار وانتقاء أفضل المعلمين الذين قاموا بوضع أفضل الدروس على مختلف الصياغ، سواء كانت PowerPoint أو أفلام أو غير ذلك. ومن بعد ذلك في الواقع بدأت عملية البث، وكما تعلم طبعا الفصول الافتراضية ما يميزها في الواقع عن بقية الوسائل هي أنها تعتبر بث مباشر وتفاعل مباشر بين المعلم والطالب، وبالتالي الطالب يستيقظ من النوم صباحا وكأنه في مدرسته من البيت، فينتظم في الفصول من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا. قدمت أهم المقررات لطلبة المرحلة الثانوية، أهم المقررات أو المواد العلمية لطلبة الصف الثالث الإعدادي. وطبعا النتيجة كانت أنه مع انتهاء الفصل الدراسي الثاني تمكنت الوزارة من خلال استخدام هذه المنظومة من تغطية 92 مقرر دراسي ومن تقديم أكثر من 1100 حصة دراسية للطلبة. طبعا أكثر من 900,000 عملية تسجيل ودخول على البرنامج تؤكد نجاح هذه التجربة بشكل عميق جدا. تفاعل الطلبة أيضا من خلال الإجابات ومن خلال الأسئلة والاستفسارات والتعاطي مع المعلمين تجاوزت أكثر من 400,000 تفاعل. طبعا هذا بالإضافة إلى متوسط المشاركات الأسبوعية للطلبة الذي تجاوز 32,000 مشاركة وتسجيل دخول أسبوعيا. طبعا هذه التجربة كانت رائدة في الواقع. شركة مايكروسوفت نشرت تقريرا دوليا في الواقع يعني وثق هذه التجربة، أشادت بما قامت به مملكة البحرين من خلال وزارة التربية والتعليم في ضمان استمرارية التعليم وبجودة عالية جدا من خلال هذه المنظومة. وطبعا كللت المساعي في النهاية بالنجاح، وجدنا تفاعل كبير جدا من قبل الطلبة. نعم. وطبعا هيئة جودة التعليم والتدريب قامت بزيارة غرفة التحكم أو الأوبريشن روم، واطلعت على مختلف الإجراءات المتبعة والبروتوكول المتبع في متابعة
الفصول الافتراضية. طبعا من المهم جدا أن أشير هنا إلى الجهد الكبير الذي بذل من قبل المعلمين، لأنه في كل حصة قدمت افتراضيا كان هناك معلم أساسي ومعه على الأقل 4 أو 5 معلمين يقدمون الدعم للطلبة. فمعلم يقدم الشرح ومعلمون يقومون بالإجابة على أسئلة واستفسارات الطلبة. وطبعا قدمت الكثير من استمارات التقييم، كان هناك تفاعل في الواقع منقطع النظير من قبل الطلبة. نعم دكتور محمد، إذا يعني تخبرني أكثر عن يعني احنا طبعا التعليم الرقمي في البحرين ليس بجديد يعني في مدارس مملكة البحرين، ولكن يعني كيف تنظر إلى مستقبل التعليم الافتراضي؟ ما هي توقعاتكم حتى في الأعوام اللاحقة ما بعد جائحة كورونا؟ طبعا بكل تأكيد يعني أنه سوف يكون للتعليم الافتراضي دور أساسي، خصوصا بعد نجاح هذه التجربة. يعني لن يتم التفريط في هذه التجربة، سيتم الاستعانة بالتعليم الافتراضي سواء كان لتقديم التدريب للمعلمين، سواء كان لتقديم حصص تقوية وتدريبية للطلبة. سوف يتم دمج هذا النوع من التعليم ليصبح ممزوجا مع التعليم التقليدي في الفصل الدراسي، حتى تكون أيضا البحرين والوزارة مستعدة لأي يعني كما تعلم حالات استثنائية أو ظروف استثنائية قد تمر على العالم، مثل الظروف الحالية التي تشهدها البلاد وأيضا يشهدها العالم بشكل عام جدا. ولكن من المهم أن نشير هنا إلى أنه تجربة مملكة البحرين من خلال الفصول الافتراضية وغيرها أيضا من الوسائل التي قدمت للطلبة ضمنت استمرارية التعليم في البحرين، على عكس طبعا بعض القرارات التي اتخذت في دول أخرى في العالم انتهجت يعني إيقاف العملية التعليمية أو إلغاء الفصول الدراسية. مملكة البحرين تمكنت من استمرارية التعليم، وهذا طبعا كله بدعم من القيادة الرشيدة يحفظ الله ويرعاه، وطبعا الراعي الأول للعلم والتعليم في مملكة البحرين سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه. نعم شكرا لك دكتور محمد مبارك جمعة، وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون الموارد والخدمات، رئيس فريق الفصول الافتراضية، شكرا جزيلا لك. وأيضا للحديث عن التعليم في نهاية هذا الفصل الدراسي الاستثنائي يسرنا أن يكون معنا في الاستوديو الأستاذة إلهام رضا البحار، منسقة قسم اللغة الإنجليزية بمدرسة الوفاء الثانوية للبنات، وفرشتة عبد الجبار عبيدي طالبة في مدرسة الوفاء الثانوية للبنات. يا هلا وسهلا فيكم في برنامج مجتمع واعي. أهلين، يعطيكم ألف عافية وشكرا على الاستضافة، ما قصرت. الله يسلمك أستاذ إلهام. أنا يمكن ببتدي معك أنت فرشتة قبل. يعني فرشتة تعرفين أن الحين الوضع الحالي اللي مرينا فيه كلنا كان وضع استثنائي، ما مر على بس مملكة البحرين، مر على العالم كله. فإلى أي مدى أنتم تحسون أن أنتم فعلا فخورين بالإنجاز اللي قدمتوه خلال هذه الفترة الصعبة الاستثنائية؟ أولاً قبل ما أبتدي حابة أشكركم على هاي الاستضافة، وأن أنكم أعطيتوني فرصة أني أطلع على الشاشة وأقدم شنو أنا جربت في هالفترة. إحنا فخورين إلى أبعد الحدود إن إحنا خلصنا مقرراتنا وخلصنا تطبيقاتنا عن بعد وكلها أونلاين، على رغم عدم تواجدنا في الصف وبعيد عن المعلمات. أي مستوى فرشت بس قبل؟ أبعد الحدود. إحنا وايد فخورين لأن عدم وجودنا في الصف وبعيد عن معلماتنا، أحس هاي الشيء بحد ذاته فخر وإنجاز مشرف لنا. حلو. نعم يعني أستاذة يعني طبعاً مريتوا بهذه التجربة ويعني شفنا الجهود اللي يعني بذلتوها يعني من خلال العديد من المنصات، شفناكم في يوتيوب، شفناكم في تلفزيون البحرين تقدمون الدروس للطلبة، والطلبة قاعدين ويتلقون هذه الدروس. أيضا كان لكم فيديو جميل يعني صراحة نشرتوه، وفي مشاعر يعني الفيديو شفنا فيه مشاعر من الفخر بإنهاء العام الدراسي بنجاح. لما نقول إنهاء العام الدراسي رجايا نقول تم إنهاء العام الدراسي بنجاح تام. صحيح. يعني شنو الرسالة اللي حابين يعني كنتوا توجهونها من خلال هالفيديو؟ نعم الفيديو هذه فكرته يعني احنا سويناه على اساس ان نغطي 3 أهداف اساسية. نعم. ومن اهم الاهداف اللي احنا كنا نشتغل عليها طبعا ان نقضي على السلبية اللي صايرة عند بعض الناس. نعم. لان في بعض الناس كانوا يسألوننا عندهم تساؤلات، هل فعلا هاي التجربة نجحت عن بعد ولا لا؟ فمن كثر التساؤلات قلنا راح نسجل فيديو يعرض منظور معلم وفئة من الطلبة المتميزين، او خلينا نقول طالبات مدرستنا المتميزين.
طبعا عرضنا لهم تجربتنا وقلنا لهم ايش كثر احنا مثل ما تفضلت الاخت رقيه فخورين ايش كثر بنجاح هاي التجربه، لان فعلا اللي سويناه كان شيء جديد علينا، ما حد كان متوقع ان احنا راح نمر في مرحله فيرتشوال كلاسز. خلينا نقول بغض النظر اذا كانت يوتيوب ولا دروس متلفزه او تعرض على اي برنامج، ولكن التجاوب والتفاعل اللي لقيناه من الطلبه يؤكد ويدل على نجاحه. فقلنا بنعرض هاي الفيديو وبنروي الناس كلها مو بس في البحرين، لأن نعرض على إنستغرام وزارة التربية والتعليم، واللي شفناه أنه لقى صدى كبير، الكل شافه والفيوز ما شاء الله يعني عدد هائل. فوصلنا صوتنا أنه فعلا أن إحنا ما في شيء مستحيل، حتى لو الفيروس موجود ما راح يعلق الدراسة في البحرين، إحنا أكبر من كذي. والحمد لله نجحنا في هاي المرحلة. الحمد لله، يعني كلنا نجحنا وبينا فعلا إمكانيات صحيح. مملكة البحرين، وبينا إمكانيات عيال البحرين وشلون قدروا فعلا هم يعني يتخطون هذه الفيروس، على الأقل خلينا نقول في مجال التعليم صحيح. بكل نجاح وبكل فخر. يمكن الجميل بعد أستاذ إلهام، أنت لما تذكرتي لنا أن فيديو طلبة يعني الكلام أي من الطلبة نفسهم صح. فإحنا جداً حابين نحن نعرض تجارب طلابنا، ولذلك الحين بيكون معنا عبر السكايب الطالب محمد عبدالله من مدرسة بيان البحرين. مساك الله بالخير محمد، وأبيك تقول لي شلون كانت تجربتك مع التعليم عن بعد. مساكم الله بالنور، وطبعاً نرحب بجميع المتابعين عبر برنامج مجتمع واعي. طبعاً التعليم عن بعد، أنا في جملة دائماً كانوا يقولونها في بداية التعليم عن بعد في البحرين، إنه هو ذات مصادر محدودة. بالعكس، يعني التعليم عن بعد قدرنا نتواصل مع المعلمين، وقدرنا نبحث، ويعني كان عندنا عدة مصادر إن نتعلم منها على كل موضوع نتناقش فيه، حق عدة سبجكت. ويعني طبعا التعليم عن بعد في البحرين الحمد لله ما واجهنا أي مشكلة، يعني مثل ما شفنا إن البحرين بالعكس ما وقفت التعليم عن بعد ولا وقفت التعليم في ظل هاي الأزمة، بالعكس بل إنها طبقت آليات جديدة عشان تسهل للطالب إنه يتعلم فيها عن بعد خلال هذه الأزمة. محمد يعطيك العافية، بس يعني نطلب منك يعني تتم معانا في هذه اللقاء، وعود لك أستاذة إلهام، يعني احنا تكلمنا عن يعني نجاح العملية بالتأكيد، لكن احنا بنعرف منك كونك يعني أستاذة وقدمتي دروس افتراضية، يعني شنو إيجابيات التعليم الافتراضي؟ أوكي، إيجابيات التعليم الافتراضي، خلينا نقول الفصول الافتراضية، علمت طلبة البحرين الاعتماد على النفس، وهي الشيء جدا مهم في مرحلتهم، لأن هم مقبلين على وايد مراحل جايتهم، مثلا الجامعة والشغل. شلون الاعتماد على النفس؟ بس توضحين النقطة. مثلا لو احنا نبي نعرض درس على مايكروسوفت تيمز، لازم الطالب يدش باليوزر ماله، مو بيوزر احد ثاني، معناته ان العملية كلها متوقفة عليه نفسه، فهو اللي راح يدش. وهاي شيء ثاني بعد وايد استفادوا منه، انه يعني قووا نفسهم في التكنولوجيا اكثر واكثر، فيعني صاروا على درايه اكثر، تمكنوا اكثر ان يستخدمون البرامج اللي مطروحه من زمان ترى من قبل وزاره التربيه والتعليم، ولكن الحين ركزنا عليها لان اعتمادنا 100% يعني عليها. فيعني مثل ما يقولون شهاده شاهدا من اهلها، نفسهم هم اللي كانوا يقولون ان هاي البرامج جدا ممتعه، وعلمتهم وايد على استخدام يعني استخدام هاي البرامج. وشيء ثاني بعد علمهم البونكتواليتي، خلينا نقول يعني صار وقتهم منظم، مثلا هاي الدرس راح ينعرض الساعة 10، تشوفهم 10 دقيقين لهم، صاروا دقيقين، صار عندهم دقة في المواعيد فعلا. غير كذي يعني احنا مثل ما قالت الطالبة فرشتة، كانت تجربة مخيفة في البداية لان احنا ما عندنا يعني تجربة مسبقة، ولكن اللي شفناه انه هو غطينا على الخوف، صار ممتع اكثر من انه هو مفيد. يعني سبيشلي حق الستودنتس نفسهم، ان هم في الكلاس ما يبون يقعدون طول الوقت، كل شويه يبون يطلعون، ولكن في البيت عندهم الحريه التامه، حتى كنت اقول لهم تقدرون حتى تاكلون وانتم تطالعون الكلاس اللسن. فيعني غير انه مفيد وممتع، شيء وايد حلو،
يعني تجربة مفيدة وممتعة مروا فيها. جميل، يعني احنا نقول اكيد ان الفائدة الحمد لله عمت على الجميع والكل استفاد منها، وهي في النهاية يعني صارت متعة ودراسة في نفس الوقت وصار فيها استفادة، والحمد لله عندنا نموذج اليوم جميل معنا فرشته، وعندنا بعد الطالب محمد. بس قبل ما نواصل كلامنا مع طبعا محمد وفرشته راح نواصل وياكم مشاهدينا هذا اللقاء الشيق جدا، ولكن من بعد ما نعرض لكم هذا التقرير اللي سلط الضوء على تجارب الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة مع تجربة التعلم عن بعد وتجاوبهم في نفس الوقت، وراجعين لكم بعد شوي. رجعنا لكم مرة ثانية والحديث عن التعليم الافتراضي في مملكة البحرين خلال جائحة كورونا. عودة لك أستاذ إلهام، يعني شلون شفتي تعاون أولياء الأمور مع يعني هذه التجربة؟ هذه التجربة بصراحة خلتنا إحنا نتواصل مع أولياء الأمور بشكل كبير، يعني إحنا قبل تواصلنا مع أولياء الأمور كان فقط عن اليوم عبر اليوم المفتوح أو إذا في استفسارات، ولكن الحين مع هاي الجائحة اللي صار إنه يعني خلنا نقول تقريبا بشكل يومي، يعني بعضهم مثلا لو عندهم مشاكل في الانترنت بعض الطلبة يستعينون بأجهزة أولياء أمورهم التليفونات أو اللابتوبس، فيعني كنا نتواصل كانوا يسألون عنهم شلون مثلا التطبيقات كملت ولا لا، هل يسألون عن عيالهم هل أنت شرحتي أونلاين فهموا ولا لا، فيعني صار تجاوب بشكل 100%. قبل كان بس مجرد يعني فترة لفترة، تفاعل كبير صار بيننا وبينهم وما شاء الله متعاونين. شيء اللي وايد ونسنا انه يعني دائما اذا ولي الامر يتدخل هو يكون سبب نجاح الابناء. نعم صحيح، يعني اكيد هالفتره بعد بسام احنا يعني دائما نقول يمكن في هذه الفتره صارت في امور وايد حلوه، خاصه يعني على نطاق الاسره الواحده يمكن صار في تقارب اكثر أكيد. ما بين الابناء وما بين عائلاتهم، احنا اكيد راح نتكلم عن هذه الامور اكثر، بس انا بودي ان احنا نرجع حق محمد الحين. ومحمد احنا نرجع لك بالسؤال عن المواد اللي حسيت ان هي لازم فعلا تدرس عن بعد. كان عندنا مواد الكيمستري يعني العلوم الأحياء، كنا نتوقع أن إحنا بنحتاج نروح حق المدرسة عشان يعني نشوف طريقة شلون التشريح وهاللون، فالحين لا بالعكس يعني صار في معلمة مالت العلوم بالعكس عطتنا مواقع قدرنا أن يعني نطلع شلون نسوي التشريح عن بعد، فقدرنا نسوي بالأوراق نقص الأوراق عن بعد، فكنا نطبع الأوراق ونحاول نحل هاي الأجوبة عبر التشريح عن في المواقع اللي وفرت لنا إياها المعلمة وعطتنا إياها. طبعاً العلوم يعني بما إن مادة صعبة فلازم إن يكون في activities physical activities نسويها، ولازم يعني الحين لله الحمد إن قدرنا هاي المادة. أنا كنت من أول ما ابتدينا التعليم عن بعد كنت أحاتي هاي المادة، لكن الحمد لله ان هالمادة طلعت اسهل مادة قدرنا ان نمارسها في التعليم عن بعد. طبعا هاي ضمن الجدول اللي تحدد لنا المدرسة، فكان العلوم من اكثر الحصص اللي يعني في الاسبوع، فيعني كلنا استمتعنا لان احنا نحب مادة العلوم، فمادة العلوم اللي فيها وايد اشياء وفيها وايد يعني وايد انشطة، ف ان نقدر نسويها مع بعض، لكن الحمد لله قدرنا نسويها مع بعض عن بعد. وطبعا يعني دائما نقول الحمد لله ان يعني الله يسهل دائما.
محمد، يعني برايك شنو اللي ممكن احنا نقدر يعني نضيفه للتعليم عن بعد؟ يعني انا بالنسبه لي احس ان ما في برامج، يعني انا بتكلم عامه ان يعني في البحرين لا الحد، يعني البحرين عندنا مثلا في المدارس الحكوميه مثل ما شفنا ان وزارة التربية والتعليم وفرت، كان في مشاكل دائما على بوابة التعليم، لكن لا الحمد تم توفير حصص عبر تلفزيون البحرين وحصص عن بعد، ومن هنا يعني الطالب قدر انه يواصل دراسته. وفي مدرستنا ايضا في المدارس، في عدد من المدارس الخاصة وفروا الجوجل هانج اوت، اليوتيوب، الكلاس روم، فكان عندهم عدد من البرامج يتواصلون معها على مدار 7 ساعات في اليوم. فيعني هاي شيء ان البحرين يعني ما احتاجت اي برنامج ثاني، لان كان عندها حلول حق كل شيء، وبما انها استعملت ايضا وسائل الاعلام الخاصه بها عشان نتعلم الطالب. يعني هاي بادره جدا جميله ان كل المدارس في البحرين تعاونت، ويعني ما وقف التعليم، ما وقف التعليم وما سلموا نشادات، بالعكس وصلوا التعليم معنا وتعلمنا اكثر عبر البرامج اللي وفروها لنا. محمد، يعني كل اللي قلته جميل جدا وفعلا قاعد يبين نجاح تجربة التعليم عن بعد، لكن أنا بودي أختم معاك بكلمة أخيرة توجهها حق كل زملائك الطلبة. طبعا يعني أوجه لهم أن دائما يعني دائما لازم تتعاونون حتى لو كنا عن بعد، وأن يعني أن التعليم مو في وقت الأزمة يوقف، بالعكس إحنا عندنا كوادر طبية تعمل على مدار الساعة، وعندنا جنود مجهولين خلف كل هذه الأزمة الذين يعملون بصمت وبدون ملل على مدار الساعة فقط لحمايتنا. فعشان نكون مثلهم لازم كلنا نواصل دراساتنا الحين، عشان الله لا يقول علينيات أزمة قادمة أو شيء، نقدر نتصدوها مثل ما هم تصدوها بعلمهم بثقافتهم بجهودهم اللي بذلوها من صغرهم اللي الحين طلعت لنا في هذه الأزمة. ف وايضا اوجه كل الشكر والتقدير على هذه الجهود الذي يقومون بها فريق البحرين بقياده سمو ولي العهد، وان البحرين عظيمه بهذا الفريق وتحظى بفريق جدا مميز يشيد بجهوده العالم. فنحن جدا فخورون بهذا الفريق، وكلنا نعمل من اجل البحرين ونعمل مع فريق البحرين. شكرا محمد عبد الله طالب مدرسة بيان البحرين، واكيد نتمنى التوفيق لك ولجميع ابنائنا الطلبه والطالبات. يعني انا برجع حق فرشته بالسؤال. فرشته، يعني من عقب ما سمعنا كلام محمد وسمعنا شو الكلام يعني اللي قاله عن الايجابيات مالت التعليم عن بعد وغيره، احنا يمكن واحنا ندردش يعني تحت الهواء عرفت انا معلومه وايد حلوه، وانا فخوره ان انا اقولها واقول ان انت يعني ما شاء الله عليك من الطالبات المتميزات من ذوات التحصيل العالي أولى المدرسة، صح؟ في المستوى الثالث الثانوي، يعني مبروك لك هذه النتيجة، وأكيد طبعاً كان بعد جهد وعناء وتحدي. أبيك تكلميني أكثر يعني من بداية هذه التحدي، شنو المخاوف اللي جاتك؟ خليك أن أنت فخورة الحين، كلميني عن مخاوفك، شنو الأشياء اللي جاتك؟ استفسارات، مخاوف، كلميني عنها. أنا طبعاً كان أول آخر كورس حقي، فكنت خايفة أن شلون أونلاين وشي غريب، كان شيء وايد جديد علينا. ففي البداية كان الشيء مخيف، بس بعدين حسيت أن لا بالعكس وايد كان سهل، والبرامج اللي الوزارة حطتها لنا وايد سهلت علينا أمور، لأن كانت direct و easy access، يعني ما كان في ولا شيء معقد. ووقفت مدرساتنا معانا يعني من البداية خطوة بخطوة وايد ساعدتني، يعني ساعات كنت أحل تطبيقاتي مثلا في نص الليل، لأن كان عندنا ديدلاين حق التطبيق، كان عندي أسئلة، فلما كنت أكلم المدرسات كانوا موجودين دائما، يعني أي وقت، يعني كان في سهولة في التواصل، إي وايد كان واتساب، إيميلاتهم أو حتى أرقامهم الشخصية، فكانوا دائما موجودين حقنا. هاي الشيء اللي سهل علي وايد أشياء، وحسيت انه وايد كان سهل، وان اخر كورس حقي نفس ما قلت، فاذا بدش الجامعه شهر 8 او 9 ان شاء الله احس اني مهيئه
هيئوني فمستعدة. نعم. جميل. خصوصا يعني حتى يعني التعليم الجامعي في هالفتره بعد يعني الجو حق اللي هو التعلم الافتراضي، احنا نتمنى يعني بعد يعني هالممارسات يعني تستمر في المستقبل سواء في مدارسنا او، لكن هل يعني تحسين استاذ انه هاي يغني عن التواصل المباشر ام لا زالت يعني لا زلنا بحاجه يعني من خلال انت استاذه يعني مربيه يمكن انت ادرى من الجميع يعني في مساله التواصل المباشر اهميته، هل يغني هذا الامر عن دوله؟ ما بنقول يغني ولكن نقدر نعتبره كبديل، خصوصا ان احنا حاليا قاعدين نمر في ازمه، يعني ما عندنا بديل الا يا ان نوقف الدراسه او ان نواصلها باي طريقه. فاحنا مملكه البحرين بجهود وزاره التربيه والتعليم طبعا على قدم وساق ما وقفت، على اساس ان احنا نوفر التعليم بشتى الطرق بشتى البرامج. أرجع حق سؤالك، ما أقول لك إنه يغني، ولكن التواصل طلع إنه شيء ممتاز. يعني أنا دائماً كمدرسة أحب إني أشوف ردود أفعال students قدامي، وايد حلو هاي الشيء، يعني خصوصاً إذا شيء مبهم عليهم مفهمه أعيد الشرح وكذي. ولكن البرامج اللي متوفرة فيها live chat، فلو الطالب مثلاً إنه ضاع في نقطة معينة ممكن يكتب لي وممكن أنا أعيدها. حالياً اللي سويناه على برنامج مايكروسوفت تيمز كان فيه تواصل مباشر، وطبعاً إحنا بالتعاون مع وزارة الإعلام ما قصروا، قدمنا دروس متلفزة وكانت تعاد على التلفزيون على قناة البحرين الرياضية، وأيضاً كانت مسيفة على اليوتيوب، فالستودنتس كانوا يرجعون لها في أي وقت، مثل ما قالت فرشتة إذا عندها مشكلة في حل أي تطبيق ترجع حق هاي الدروس. الشرح كان وافي، وحق أكثر المراحل الدراسية وأهم المواد وكل شيء كان متوفر، فما نقدر نقول إنه كان في مشكلة، بالعكس التواصل والشرح كان جداً سهل ويعني فلكسبل. الحمد لله. يعني قبل ما نختم سؤال كذي سريع بس جدا جدا حق فرشته، هل كنت تفضلين ينتهي العام الدراسي بهذه الطريقه فعلا اللي هو عن طريق التعليم عن بعد، ولا كنت تفضلين الدراسه طبيعي؟ لا طبعا كنت افضل ان اكون في المدرسه مع رفيجاتي ومدرساتي ان يشرحون لي في الصف، لكن عقب ما جربت الاونلاين الفيرتشوال كلاسز وايد حسيت ان الشيء كان حلو، واني مستانسه ان لحقت ان اجرب هاي الشيء في الثانويه. جميل. الحين قولي لنا كلمه اخيره. انا كخريجه ابي اقول حق كل الطلبه ان لا تصعبون الامور، ما في شيء صعب الا اذا انتم صعبتوه على روحكم، واتمنى من الجميع ان يتكيف مع الظروف مهما كانت، ونفس ما مس الهام تقول لنا دائما ان لازم ناخذ الجانب الايجابي من اي موضوع او ظرف احنا نمر فيه، ونترك السلبيه على صوب اذا كان في شيء في بالنا نبي نوصل له. وحابه اشكر مدرساتي وايضا اولياء امورنا ان وقفوا معانا من البدايه وخطوه بخطوه في كل شيء. واحنا بعد نشكركم ونشكر جهودكم في وزاره التربيه والتعليم، يعطيكم العافيه استاذه. وانا باكد على كلمه انه يعني ايضا الجهود اللي قامت وزاره التربيه والتعليم في الفتره القياسيه هو من اجل يعني الاستمرار في الحق الاصيل، هو حق يعني التعليم وحق حصول طلبتنا على التعليم بشكل غير منقطع. طبعا شكرا لكم وشكرا لحضوركم استاذه الهام رضا البحار، منسقه قسم اللغه الانجليزيه بمدرسه الوفاء الثانويه للبنات، والطالبه فرشت عبد الجبار عبيدي طالبه في مدرسه الوفاء الثانويه للبنات، طالبه سابقه انا الحين تخرجتي انت ويعطيكم الصحه. طبعا نشكر يعني الطالب كذلك محمد عبد الله طالب بمدرسه بيان البحرين كان معنا على السكايب، نتمنى لكم التوفيق، شكرا على حضوركم. شكرا ما قصرتوا، يعطيكم العافيه. مشاهدينا الكرام فاصل وراجعين.
مستمرين معكم مشاهدينا في فقرات برنامجنا لهذه الليلة، والحين راح نشوف معكم بعض اللقطات الجوية والحصرية اللي طبعا أجمل. يعني أنا دائما أقول يمكن البحرين بالنسبة لي أنا دائما أشوفها اللي هي دائما الأجمل والأقرب إلى القلب بالنسبة للجميع طبعا. شكرا. مشاهدينا ننتقل معاكم اللقطات اللي يزودونا بها طبعا يوميا، يعطيهم الصحة والعافية إدارة الإعلام الأمني، كاميرا الإعلام الأمني متواجدة بشكل يومي لتصوير هذه المشاهد الجميلة لعاصمتنا عاصمة البحرين، عاصمتنا المنامة. نخليكم مع هذه اللقطات ونرجع نكمل باقي فقراتنا. حياكم الله من جديد. وزارة الداخلية بكل مديرياتها وأقسامها تقوم بعمل كبير في هالمرحلة الاستثنائية اللي يمر فيها العالم، وذلك من خلال الحفاظ على الأمن في مملكة البحرين، بالإضافة إلى تلبية احتياجات المواطنين وسرعة الاستجابة لأي بلاغ يصل إليهم، فهم دائما في خدمة كل مواطن ومقيم على هالأرض الطيبة. بالفعل يعني خدمات كثيرة جدا تقوم فيها وزارة الداخلية، ودائما هي موجودة لتلبية أي نداء وفي أي وقت وأي زمان. عشان نتكلم أكثر ونسلط الضوء على العمل اللي تقوم فيه إدارة العمليات برئاسة الأمن العام بوزارة الداخلية، يسعدنا يكون معنا في الاستوديو الرائد علي أحمد آل محمود، رئيس شعبة بإدارة العمليات برئاسة الأمن العام. يا هلا وسهلا فيك، حياك الله معنا. الله يحييكم ونشكركم على الاستضافة في هاي البرنامج، وإحنا نوجه لكم تحية خاصة حق جميع الطاقم. يا هلا وسهلا فيك رائد علي. يعني بالسؤال عن البلاغات ذات الشأن المجتمعي، نبي نقول هل هي فعلا البلاغات الأغلب اللي توصل لكم، وشنو هاي تمثل من جملة البلاغات؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، حسب توجيهات سيدي معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة معالي وزير الداخلية، وبمتابعة حثيثة من سيدي الفريق طارق بن حسن عيسى الحسن رئيس الأمن العام، عن تقديم أكبر قدر ممكن من الخدمات للجمهور. فإدارة العمليات برئاسة الأمن العام المتمثلة في شعبتي العمليات والدوريات النجدة، عملهم يتطلب التواجد 24 ساعة بغض النظر عن الإجازات الرسمية أو الأعياد أو أي مناسبات أخرى. فمركز عمليات وزارة الداخلية يتم من خلاله استقبال جميع أنواع المكالمات على خط الطوارئ
999. إضافة إلى ذلك دوريات النجدة موزعة في جميع محافظات المملكة، يتم توزيعها بشكل مدروس حسب الوضع الأمني وحسب القوة البشرية حتى يتم تغطية معظم المحافظات لتحقق أعلى سرعة استجابة. أما بالنسبة عن بلاغات ذات الطابع المجتمعي، فنفس ما أنا تكلمت إن إحنا نستقبل جميع أنواع المكالمات، جزء منها كبير يندرج تحت الخدمات المجتمعية. إحنا نستجيب حق الجمهور قدر الإمكان، حتى لو كانت الاستجابة ليست من اختصاص الشرطة، لكن إذا إحنا قدرنا نخدمهم فراح نخدمهم بأي وسيلة عندنا. تتمثل الخدمات المجتمعية الخدمات المساعدة على الطريق بجميع أنواعها، خدمات البحث والإنقاذ. إحنا نستهدف المجتمع بصورة عامة والنساء وكبار السن بصورة خاصة. جميل. نعم، إحنا بالتأكيد يعني مستمرين بالحديث معاك وبنواصل هذا الحديث معك الرائد علي أحمد المحمود، لكن خلنا يعني نتابع هذا التقرير معاكم مع المشاهدين الكرام، هذا التقرير اللي يرصد الجهود اللي تقومون فيها. طبعا نشوف التقرير وراجعين. تلقينا عدد من الحالات من وزارة الصحة، بنتوزعها بينكم اللابتوبات وبنتصل فيهم ونطمنهم، ويرجى أخذ جميع المخالطين للحالة والأماكن اللي تم زيارتها. ضمن الجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا، تعمل وزارة الداخلية بكافة إداراتها بمنظومة أداء متكاملة، ومنها شرطة النجدة التابعة لإدارة العمليات بوزارة الداخلية. متى كان الفحص؟ إيه؟ والنتيجة متى طلعت خبرك عنها؟ وكان الفحص كان عشوائي ولا كانت فيها أعراض وفي عشوائي؟ بعض الأعراض طلعت. تصاحب دوريات النجدة الحافلات التابعة لإدارة النقل بوزارة الداخلية في نقل العائدين إلى المملكة بعمليات تأمين عودة المواطنين من الخارج ونقل الحالات المصابة والمشتبه بإصابتها، وتكون اليد اليمنى في الزيارات الميدانية التي تنفذها وزارة الصحة للفحوصات العشوائية، بالإضافة لتعاونها المستمر مع غرفة التتبع الأثر التي تتأكد من البيانات الصادرة من وزارة الصحة بشكل مستمر، والتواصل مع أصحاب البلاغ للتأكد من المعلومات لإرسالها إلى غرفة العمليات الرئيسية. تم استحداث خوذ كاشفة للحرارة يتم استخدامها من قبل الشرطة الراجلة في الأماكن العامة في حال الاشتباه بأحد الحالات، ويتم أخذ بياناته والتوجه به إلى مركز أرض المعارض لإجراء الفحص للتأكد من سلامته وسلامة المحيطين به، وذلك تجنبا لانتشار العدوى. طبعا عودة مجددا من بعد هذا التقرير، يعطيهم الصحة والعافية رجال الداخلية، وخصوصا اللي يعملون على مدار الساعة في نقل الحالات القائمة من وإلى مراكز الحجر والعزل، يعطيكم العافية. طبعا يعني عودة لك مجددا رائد علي أحمد المحمود. بنتكلم أكثر عن يعني تلقي البلاغات من خلال الرقم 999، يعني هل في حالات محددة يتصل فيها المواطن بهذا الرقم؟
يعني بمجرد ان تقابل يعني مشكله بسيطه في سواء في البيت او حتى في الشارع، يعني نبي نعرف الحالات اللي المعينه هذه اللي يتصل فيها المواطن او المقيم حتى في هذا الرقم 999. يبين عندنا في المجتمع البحريني انه هو واعي، ما يتردد يتصل على 999 اذا صادفت اي مشكله بغض النظر سواء كانت قضيه معينه او مساعده. فلاحظنا ان تجينا المكالمات من جميع الاعمار، الشباب وكبار السن بالاضافه الى الاطفال. فعلى سبيل المثال يعني تجينا بلاغات من اطفال صغار في السن يمكن عمرهم ما يتجاوز 10 سنوات يبلغوننا عن شيء معين، ولنستجيب حق الحدث نرسل الدوريات، يتبين ان البلاغ فعلا حقيقي. نعم. فهذا يدل ان الثقافه موجوده حتى حق صغار السن. نعم. من جانب اخر يدل ان احنا نستجيب حق كل بلاغ يجينا، حتى لو احنا شكينا ان البلاغ غير حقيقي، لكن احنا من الواجب علينا ان احنا نستجيب له استجابه كامله علشان نتاكد. بعد ما نرسل الجهات المختصه الى موقع الحدث راح يتبين لنا ان البلاغ حقيقي ام لا، لكن في الواقع معظم البلاغات اللي تردنا حقيقيه. فهذه الثقافه موجوده ولله الحمد، ونلاحظ ان في السنوات الاخيره بحكم ان انا اشتغلت تقريبا 15 سنه او 14 سنه في غرفه العمليات، المكالمات من الأطفال اللي مجرد يعني بس يعني كمضيعة للوقت قلت كثير خلال السنوات الأخيرة. فهذه بعد يعني دليل ثاني على زيادة المجتمع، الوعي المجتمع في الاتصال بالشرطة. احنا بنكون في نفس السياق يعني وياك رائد علي لما نتكلم عن الوعي المجتمعي عند الأفراد. يمكن احنا اليوم محتاجين في كل وقت، إن كان ليل إن كان نهار اليوم باكر، لفترة امتداد هذه التحدي أو هذه الأزمة، على طول لازم نذكر مواطنينا بأنهم دائما يكونون حريصين على اللي هو اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية لسلامتهم قبل أي شيء. فنبي نتكلم عن هذه الأمور، شنو المفروض اليوم إحنا نقول حق المواطن ونوعي بهذه الأمور؟ بالنسبة طبعا عن الإجراءات التي وضعتها الجهات الرسمية عندنا في مملكة البحرين حق مواجهة فيروس كورونا، هذه الإجراءات ما تم وضعها إلا حماية لنا، حماية لجميع أطياف المجتمع سواء كان بحريني مواطن أو مقيم أو زائر. المفترض أن الكل يلتزم بهذه التعليمات حفاظاً على سلامته، المتمثلة في مثلاً ارتداء الكمام أو ارتداء القفاز أو السلامة الشخصية أو غسل اليد بالصابون، الماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية. يتبعون جميع التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية، عدم الخروج من المنزل إلا في حالات الضرورة. وفي حال خروج الشخص من المتوجب أنه هو يلتزم بجميع التعليمات، خصوصاً التباعد الاجتماعي، ما يلمس الوجه يعني أثناء خروجه من المنزل، أدوات التعقيم تكون موجودة عنده مثلاً في السيارة، يقلل من زيارات الأهل، المفروض أنه ما تكون أي زيارة إلا للشيء الضروري. فالتباعد الاجتماعي هو اللي راح يعني يقلل من سرعة انتشار الفيروس، والتزام المجتمع بهاي التعليمات كأن المجتمع والحكومة ماشيين في خط واحد مستقيم لمكافحة الفيروس. في حال عدم اجتماعهم راح يزيد العبء على الحكومة. فهذه يعني بصورة عامة عن التوجيهات للحد من انتشار الفيروس. يمكن احنا دائما كنا نعول على وعي المجتمع، والحمد لله ان المجتمع البحريني اثبت هذه الوعي بجدارة وبدليل طبعا النتائج المتميزة اللي احنا قاعدين نشوفها يوم بيوم. واللي يميز وزارة الداخلية هي مواكبتها دائما للاحداث وتوفيرها كل ما يمكن من اجل الارتقاء بالعمل وضمان وصول خدماتها للمواطن والمقيم. ومعانا الحين عبر الهاتف النقيب محمد ابراهيم الحادي، رئيس فرع الخطط بإدارة العمليات برئاسة الأمن العام. يا هلا ومرحبا فيك. مساكم الله بالنور اخوي بسام واختي رقية وجميع المشاهدين وطاقم العمل. يا هلا وسهلا فيك نقيب محمد. يعني شرطة النجدة دائما نشوفها حاضرة في الأحداث، ودائما ما يجدها المواطن والمقيم قريبة منه، فهل يقتصر عملكم بس على مباشرة البلاغات أم أن لكم طابع المبادرة؟
في البداية أتقدم بجزيل الشكر لسيدي معالي وزير الداخلية على متابعته ودعمه لنا وتوجيهاته المستمرة لتسهيل العقبات التي نواجهها، وكذلك الشكر لسيدي سعادة رئيس الأمن العام على تواجده الدائم ومتابعته الحثيثة لجميع الأحداث والواجبات. أما بالنسبة لحضور شرطة النجدة في الأحداث وطابع المبادرة، وذلك بناء على خطة تم وضعها ودراستها بناءً على عدة عناصر منها الكثافة السكانية ومعدل الجريمة وكذلك تصنيف المنطقة سواء كانت تجارية أو سكنية أو الشوارع العامة والفرعية، وذلك لضمان سرعة الاستجابة. ومن منطلق المهام والواجبات الموكلة لدوريات النجدة من خلال تواجدها بالشوارع العامة والأسواق على مدار الساعة، فبالتالي يلاحظها المواطن والمقيم بحيث يشعره ذلك بالطمأنينة والأمل، وهذا ما نسعى له طبعاً. وما يميز شرطة النجدة روح المبادرة من خلال تقديم المساعدات والخدمات المجتمعية، وذلك من خلال ملاحظة هاي حالة تدعي المساعدة. كما أن المحافظة على الأمن والنظام العام يتطلب روح المبادرة في ذلك. أكيد إحنا طبعا هذا الشيء قاعدين نلمسه بشكل واضح جدا وجهودكم مشكورة، بس يعني نقيب محمد أكيد شرطة النجدة تتلقى العديد من البلاغات اللي ممكن بعضها يكون مو من اختصاصها، فكيف يتم التصرف مع هذه البلاغات؟ تتم الاستجابة الفورية لأي بلاغ من قبل الدوريات والتوجه لموقع البلاغ، يكون عملنا وقائي وخدمي بغض النظر عن الاختصاص، ونوليها نفس الاهتمام ومستعدين لتقديم أي مساعدة أو خدمة لجميع المواطنين والمقيمين لحين وصول جهة المختصة لاستكمال إجراءاته. ومن مهام دوريات النجدة إسناد الجهات الأمنية وتحقيق مبدأ سرعة الاستجابة للبلاغات المختلفة أنواعها. نعم، النقيب محمد إبراهيم الحادي رئيس فرع الخطط بإدارة العمليات برئاسة الأمن العام، شكرا جزيلا لك ولكل ما تفضلت فيه. عودة لك طبعا الرائد علي، مستمرين معاك، لكم دور كبير صراحة وجبار وملحوظ خصوصا في فترة هذا التحدي جائحة كورونا في نقل عملية نقل المصابين والمشتبه بإصابتهم، يعني كلمنا أكثر عن هذا الجانب. مما لا شك فيه أن العمل هو عمل مشترك بين وزارة الداخلية بالإضافة إلى الهيئات الأخرى، لكن كوزارة الداخلية هي اللي مسؤولة عن نقل الأشخاص المصابة بفيروس الكورونا أو الأشخاص المخالطين أو المشتبه فيهم، حيث قامت وزارة الداخلية متمثلة في إدارة المواصلات بتوفير الباصات والمركبات اللازمة لنقل الأشخاص. يتم عزل الأشخاص المصابين في مركبات مختلفة غير عن المركبات اللي فيها الأشخاص المخالطين أو المشتبه فيهم. يتم التنسيق من خلال قائمة الأسماء التي تصلنا، ونرتب جميع المهمات لنقل الأشخاص بالإضافة إلى مرافقة الباصات دوريات عسكرية. يتم نقلهم إلى مركز الفحوصات أو إلى مراكز العزل أو المحجر الصحي. فهذه يعتبر أن إحنا كوزارة الداخلية عمل مشترك مع وزارة الصحة مع بالإضافة إلى الجهات الأخرى. فبالنسبة عن كلمة أخيرة يعني أقولها من خلال هذه المقابلة، أن الجميع لازم يكون ملتزم في متابعة آخر التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية في مملكة البحرين، ويلتزمون بالإرشادات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا. وأخيراً لا يخفى عليكم أن وزارة الداخلية تتمنى السلام للجميع، فإحنا نوصي جميع المشاهدين الكرام بعدم التردد بالاتصال على 3 9 لتقديم بلاغ أو طلب المساعدة أو الإبلاغ عن أي شيء مثير للشك والريبة. نعم، يعني أكيد الجهود اللي تقومون فيها يعني في إدارات وزارة الداخلية جهود كبيرة جدا، ومثل ما تفضلت يعني إحنا اليوم مطالبين بأن إحنا فعلا نلتزم بجميع هذه الإجراءات وجميع الأمور التي يوصي بالقيام فيها، لأن في النهاية يعني التزامنا هو يبين مدى وعينا، وإن شاء الله بالالتزام وبالوعي كلنا نقدر نتخطى هذه التحدي بنجاح. الرائد علي أحمد آل محمود رئيس شعبة بإدارة العمليات برئاسة الأمن العام، شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا. شكرا. احنا مواصلين معاكم مشاهدينا، ولكن من بعد هذا الفاصل.
دعماً لجهود مملكة البحرين في مكافحة تفشي فيروس كورونا وتوافقاً مع قرار وزارة التربية والتعليم بتفعيل التعليم عن بعد، أطلقت مؤسسة إنجاز البحرين سلسلة من البرامج الرقمية تهدف إلى غرس مفاهيم ريادة الأعمال وإعداد الشباب البحريني للانخراط في سوق العمل، وتمكنت من الوصول إلى أكثر من 3000 طالب من خلال برامجها المطروحة عبر الإنترنت. نعم بسام، وفي وقتنا الراهن أصبحت استمرارية التعليم والتوجه إلى التعليم عن بعد أكثر أهمية، وهالمبادرة اللي اتخذتها إنجاز البحرين تضمن استمرارية التعليم والحفاظ على تفاعل الطلاب وثقتهم حول الاستعداد للعمل وريادة الأعمال، وخاصة أن تم تصميم كل البرامج لمساعدة الطلاب على خوض تجربة عملية تواكب الواقع الاقتصادي والإطلاق طاقات الشباب الكاملة. ماذا تعلمت من برامج إنجاز البحرين الرقمية؟ علمتني برامج إنجاز التوفير وشلون أجمع فلوسي عشان أشتري الشغلة اللي بيها وشلون أستخدم الATM. أنا اسمي عبد الرحمن، أنا وايد استفاديت من وقتي واستمتعت مع برامج إنجاز البحرين عائلاتنا وعالمنا. أكثر برنامج عجبني هو برنامج مستثمر الذكي أو سمارت إنفستر، تعلمت شلون أوفر فلوسي واستخدمها لشراء الأشياء الضرورية. Hello, my name is Abdullah Sayed. I have learned from Injaz the difference between want and need. Like for an example, bicycle or a dog or a cat. You just want that. But water, houses, and food, you need it to survive. Thank you, Injaz. أنا اسمي محمد إسماعيل، وأنا استفدت من الديجيتال بروجرام، كان وايد ممتع، والبرنامج نفسه حمسني إن أنا أتعلم أشياء جديدة مثل المصطلحات مثل الإيرادات والمصروفات، وإن تعلمت بعد إن أنا ما أصرف الفيزا. شكراً إنجاز. للحديث أكثر عن هالمبادرة يسرنا يكون معنا عبر الهاتف الأستاذة مريم الشنو، مدير برامج المرحلة الابتدائية بمؤسسة إنجاز البحرين. مساك الله بالخير. مرحبا، أهلا أخوي بسام. مرحبا أختي رقية. في البداية حابة أشكركم على هاي الاستضافة، وأشكر تلفزيون البحرين على إتاحة هذه الفرصة لمشاركة تجربة إنجاز البحرين في تفعيل تطبيق البرامج عن بعد في ظل أزمة كورونا. طبعا مثل أستاذة مريم، يعني كلمينا أكثر عن هذه المبادرة اللي قدمتوها. طبعاً مثل ما يعرفون الأغلبية أن مؤسسة إنجاز البحرين بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم تقدم برامج تعليمية مختلفة ومتنوعة للطلبة في المدارس حق جميع المراحل الدراسية، ولكن في ظل هذه الأزمة، أزمة كورونا، ودعماً لجهود مملكة البحرين في مكافحة تفشي فيروس كورونا وتوافقاً مع قرار وزارة التربية والتعليم بتفعيل التعليم عن بعد، قررنا إحنا في إنجاز البحرين أن نحول بعض البرامج رقمياً عشان نضمن استمرارية التعليم وعشان يستفيدون أكبر عدد من الطلبة من البرامج اللي تقدمها المؤسسة. طبعاً مؤسسة إنجاز البحرين برامجها تهدف إلى تثقيف الطلبة وتزويدهم بمفاهيم عن ريادة الأعمال، الثقافة المالية والإعداد لسوق العمل. بالإضافة أن إحنا بدأنا تطبيق بعض البرامج رقمياً عن بعد في بداية شهر مارس 2020، كانت تجربة جداً ناجحة، حصلنا ردود فعل إيجابية من أولياء الأمور، من الطلبة، بأن البرامج كانت جداً مفيدة وممتعة، والحمد لله بفضل من الله ودعم وزارة التربية والتعليم واكبنا هذا التغيير في ظل هذه الأزمة، ونجحنا في هذه المبادرة وتوصلنا إلى أكثر من 4000 طالب وطالبة من جميع المراحل الدراسية على مستوى مملكة البحرين. نعم، يعني أستاذة مريم، يعني نتكلم عن أكثر من 3000 طالب، يعني قدرتوا أن توصلون لهم، هذه يعني دليل ومؤشر على أن في تفاعل كبير من فئة الأطفال، يعني بس يعني كلمينا أكثر عن هذا التفاعل. جدا كان في تفاعل من قبل الطلبة وأولياء الأمور، خصوصا أن احنا برامجنا تتميز بالأنشطة التفاعلية، فيعني الطالب يتعلم مثل ما ذكرت مفاهيم خاصة بسوق العمل، ريادة الأعمال، الثقافة المالية من خلال أنشطة هو يطبقها مثل الألعاب التفاعلية، ويتعلم من خلالها هدف البرنامج،
بالإضافة أن إحنا راح إن شاء الله نواصل تطبيق هذه البرامج في فترة الصيف، إجازة الصيف إن شاء الله راح تكون في برامج مختلفة متنوعة. أتمنى أن أولياء الأمور يشجعون يعني عيالهم أن هم يطبقون أو يسجلون في هذه البرامج اللي ما لها فائدة حقهم حق حياتهم المستقبلية. نعم، يعني أنا بعد بياخذ يعني أستاذة مريم، شنو يعني تقييمك لمستوى الطلبة اللي يعني تقدموا لهذه البرنامج؟ بالعكس، لما احنا يعني سوينا فولو اب مع الطلبة مع أولياء الأمور حسينا أن في وايد تفاعل منهم، لأن في بعض البرامج أو المفاهيم تكون دائمة حق المنهج الدراسي حقهم بس تكون بطريقة مختلفة. يعني مثلا نعلم الطالب من مثلا عن ريادة الأعمال، عن سوق العمل، عن الثقافة المالية من مرحلة التأسيس اللي هي من مرحلة الابتدائي صعودا إلى المرحلة الإعدادية الثانوية والجامعية. نعم، الأستاذة مريم الشنو مدير برامج المرحلة الابتدائية بمؤسسة إنجاز البحرين، شكرا جزيلا لك. والحين مشاهدينا نترككم مع لقطات جوية لمحافظة العاصمة طبعا، ودائما في تعاون مستمر ما بيننا وما بين أكيد إدارة الإعلام الأمني، فلهم كل الشكر والتقدير.
ومشاهدينا الحين نتوقف معكم مع فقرة من البيت واللي يقدمها أحد معدي برنامج مجتمع واعي تطبيقاً لقرار العمل من المنزل ومبدأ التباعد الاجتماعي. زميل عبد الله الحسيني طلع لنا من بيتهم في فقرة من البيت. طبعاً يمسك بالخير عبد الله وبشر عسى، يعني حطيت الفيديو اللي طرشت لك. إيه لا تحاتي، أخذت الفيديو والحين بقدمه إن شاء الله. طبعاً يسعد مساكم كل خير زملائي، مساء الخير لكل من يتابعنا خلال برنامج مجتمع واعي. اليوم بصراحة شفت وايد أشياء حلوة في مواقع التواصل الاجتماعي، بستعرض شيء بسيط منها وبشكل سريع. في البداية بستعرض معاكم المقطع المصور خصيصاً لبرنامج مجتمع واعي واللي صورته لنا الفنانة القديرة سلوى بخيت أم هلال. خلنا نتابعه معاكم ونرجع مرة ثانية. في البيت الله يخليكم، لا تنسون تعقيم اليد، لا تنسون الكمون، لا تنسون أنه تباعد الاجتماعي بإذن الله، لأن أنت صحتكم تهمني وعافيتكم تهمني، وخصوصا أهلنا يدوتنا وأمهاتنا الكبار واليهال ترى بعد محسوبين علينا أبرياء أطفال، من أجل واعي تكامل بإذن الله، ما الكامل إلا وجهه. شكرا لكم. ما قصرت أم هلال وباقي الفنانين اللي يساهمون في توعية المجتمع، والحين بنتقل معاكم إلى المقطع اللي انشره الفنان أحمد السقا اللي شارك فيه جمهوره في مواقع التواصل الاجتماعي لأول شعائر لصلاة الفجر من المسجد النبوي من بعد إغلاق استمر 70 يوم، وهالتغريدة لاقت إعجاب وانتشار واسع من قبل رواد تويتر. خلنا نتابع. مشهد فعلا جميل، وربي يرزقنا زيارة للمسجد النبوي ولبيته الشريف. والحين بستعرض لكم المقطع اللي طرشها بسام، وهو من وصايا الكاتب محمد الارطيان عن الثقافة. نتابعه. قراءة الصحف اليومية وتصفح الانترنت ومشاهدة البرامج التلفزيونية وحفظ المعلومات العامة لا يمكنها أن تصنع مثقفا حقيقيا. الثقافة والوعي والمعرفة تجدها في الكتب. الكتب تجادلك وتحاور عقلك. امتلاكك لهذا الكم الهائل من المعلومات لا يصنع منك مثقفا. الثقافة هي أن تشكل من تلك المعلومات رأيا وتتخذ موقفا. فعلا الثقافة أنك تشكل من معلوماتك رأي وتتخذ موقف. وبختم مع المقطع اللطيف اللي كان من متحف نيلسون أتكينز الفنون، واللي بسبب الحظر الصحي كان زواره غير اعتياديين. خلينا نشوفهم. We are so happy to today welcome our colleagues from the zoo, and they brought special friends, and actually we're seeing how they're reacting to Ireland. They seem definitely to react much better to Caravaggio than to Monet. ذي كل اللي عندي من البيت، والحين عودة لكم زملائي. يعطيك العافية عبد الله، وعبد الله دائما متميز في الفقرات اللي قدمها، واليوم يعني ما شاء الله عبد الله يمكن أبدع في تنوع الفقرات. يعني شفنا كلمة جميلة قالت لنا فنانتنا الحلوة، واللي دائما احنا يعني نستبشر بكلامها ودائما يعني نستانس بكلامها فنانتنا طبعا سلوى بخيت أم هلال. وغير كذي شفنا لقطات فيها سعادة، فيها روحانية بعودة الصلاة في المساجد مرة أخرى. فحقيقة يعني يعطيك العافية عبد الله، فقرات جدا جميلة، وأهم شيء فقرة الثقافة اللي معتك. هو المقطع والله زين، حط المقطع أنا كل مرة أطرش له، يعني أول مرة يخلي مقطعي. يعطي العافية عبد الله. طبعا مشاهدينا احنا مستمرين معاكم في برنامجنا، وبننتقل مرة ثانية بعد للقطات الجوية من عاصمتنا الحبيبة المنامة. طبعا اللقطات الجوية يعني ما تصور قايش كثر في طلب عليها من الجمهور، دائما يعني يرسلون يعني دعوات وبان احنا نحط لهم هذه اللقطات الجوية الجميلة اللي دائما تكون مرفوقة بالأغاني البحرينية الخالدة. نترككم مع هذه اللقطات. Thank you.
نعم حنا أهل البحرين، نعم بقلوبنا طيبين، نعم حبها بعمرنا دين، هواها بدمنا يسري، هواها بدمنا يسري.
جهود كبيرة تبذلها كل وزارات ومؤسسات الدولة للتعامل مع الظروف الاستثنائية اللي مر فيها في هذه الفترة. البحرين تمكنت ولله الحمد من وضع استراتيجية مميزة واستباقية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، وذلك بفضل توجيهات جلالة الملك المفدى الله يحفظه ومتابعة سمو رئيس الوزراء والقيادة المميزة لسمو ولي العهد لفريق البحرين. بإذن الله متكاتفين ومتحدين بنتمكن من تجاوز هالمرحلة بكل نجاح، واللي علينا بس هو الالتزام بالإجراءات والتعليمات الصحية والوقائية اللي تم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا. الله يحفظ البحرين ويحفظ أهلها يا رب. وصلنا وياكم مشاهدينا لختام حلقة اليوم من برنامج مجتمع واعي، نلقاكم بكرة في حلقة جديدة مع الزملاء فواز وللوى. مع السلامة. فمان الله.